رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كتاب الأذكار. أذكرتي أي كتاب أيهي أم ذكر إلهي حسكي سباب فضل الذكر والحث عليه. إلهي حسكي سفضل أوليهي يقوباب لسك قوبابي. قال الله تعالى ولذكر الله إلهي حسكي سأي أكبر وين. وقال تعالى فاذكروني يحس أذكركم وإذن حسابه بهي إلهي. وقال تعالى واذكر ربك في نفسك، واذكر حس نفسك، واذكر حس ربك ربك في نفسك، نفسك هذا كل حس سترتيب أحس معناها تضرعا أذيبه أبسك جرا إيا وخيفة إسدلين لضضبا ودون الجهر جهر سكبيسة معناها تضرعا أبسي إزدلين إيا وخيفة خيفة أو أخر سوديا أبيغو خيفة إيا أبسي كجر أو كعبسنا يا عقاب كإلهي هوسنا أبيغا يو نفتع لما قلسينا يودون الجهر كرنا أن أقالي من القول قولك إي ذكرك بالغدو الصبح إي والأصال قلبتيبا ولا تقط أهان من الغافلين كو إلهي إلوسا. وقال تعالى واذكروا الله كثيرا وحبذا إلهي حص الله علكم بحد مذنتهم تفلحون إن الليبان كان. وقال تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله تعالى إلى إلهي قول كيسا لغجار والذاكرين الله كو إلهي حسي كثيرا إن بضن قرق أهي والذاكرات كو وحبذا إلهي حسي يدمر كأعد الله إلى وحو الدياري لهم أيها مغفرة دم بداف إيوا أجرا أجر عظيما مركوين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله هو إلهي حمي إلهي حس ذكرا حسيتان كثيرا افربضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله إلهي حس ذكرا حسيتان كثيرا افربضا وسبحوه نزه بكرة صبح وأصيلا قلبا. والآيات آياتك في الباب بابك كسو أروري ذكري ألي كثيرة معلومة أبي أبذيهن وأن ليقانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحير قال الرسول الله رسولك أن وحير كلمتان لو كلمة أي جرت خفيفتان خفيف كؤه على اللسان عربك فقيلتان كؤل عرس في الميزان ميزانك حبيبتان لو جعل بذيهي إلى الرحمن الله الرحمن كحقي سلوى كلمة ذودنا وسبحان الله وبحمده وسبحان سبحان الله العظيم متفق عليه لبدا كلمة إلهي حقي سلوى جعله وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله رسولك ألا وحير لأن أقول إن إرهذون بضع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أنت إن أنتها أيا أحب إلي حقي قال له رجعي هي مما طلعت عليه الشمس وحيق رحي أسوى بعضه. رواه مسلم بحديث كوري معناها تدونك إي وحا كرسارب ومن بقرح أسوى بحضا وحنسك جعله وحا من سبحان الله والحمد لله إله بأن سهن إله بأن هكسكله ولا إله إلا الله
إلهي مو يا إله كلمة رأي والله أكبر إلهي باوين أحب إلي حقيقة ومدلو جئلي هي منا طلعت عليه شمس وحي قرحمك أصاب حظه وعنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحير من قال قفكي رهذا لا إله إلا الله إلهي موي ألك لو حقن من لغو عبد مجر وحده كلي حال أويهي لا شريك له شرك نقصن أصغنين له الملك ملك إمام الله أصغنا ذي وله الحمد مهضن إلهي بأسكاله وهو إلهي على كل شيء وحو البقدير وأوذي كرا في يومه ما لنقذه إذا مئة مرة بقل مر كانت له وحا أصغنا ميس قفك حق أجر أهان عدل عشر رقاب طلن قورات فكنتو ذا وحل مئة وكتبت له وحال قرى مئة حسنة بقل حسنة ومحيت وحال قتر ترى ولغه بيا عنه حقيس مئة سيئة بقل حمانة وكانت له وحين قلنا قميس ذكر لا أخري حرزا حجاب إي حرس حرب أغنى قميس من الشيطان شيطان كحقيس يومه ذلك ما لنتيسس حتى ينصي إلا وكقل ريستو ولم يأتي لغي ماذا أحد بأفضل مما جاء به وحقف كاك لي مدوح كفض بذن إلا رجل مما غني عمل عمل قبطي أكثر منه وحك بضن وقال وحي لنبي من قال قف كير هذا سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت وحل له بياء لقت ارتراء قطاياه قفف كيس وإن كانت هبأها ضان مثل الزبد البحر هركب بض أوكله زبد كأيه هركب بض أوكله معناها بضنان حتى هيركس هجراني إلى وكتب متفق عليه وعن أبي أيوب الأنصاري عن النبي قال من قال قف كير هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات تمنجر قف كير هذا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن ارتقى وقف حريلي أوكله أربعة أنفس أفر نفوت أو من ولد إسماعيل أولادي سمكا كمدعا من ولد إسماعيل قاس وحال الله قد شرفت إليهين يعني عرب مكة يهين والله حل إيران يا أوقفك إلهي سبحانه وتعالى ضد كاس قف حري أوكله أي مكة لصية أجر كيس أوصية متفق عليه وعن أبي ذر قال لي رسول الله وحوئير ألا أخبرك مكوشيغا بأحب الكلام هذا المدك اللي جعل يهي إلى الله إلهي حديثه إن أحب الكلام هذا الكلوغ جعل يهي إلى الله اللحق سوى سبحان الله وبحمده إلهي بانسهن ماتن إلهي بأسكاله رواه مسلم وعن أبي مالك الأشعري قال الرسول كحير الطهور نظافض شطه وشطه الإيمان وإيمان كمسكي سبوبهي والحمد لله كلمة الحمد لله لي رهدانا تملأ الميزان ميزان كقيام بوحنسة وسبحان الله والحمد لله مرك الله اسكدر تملأان وحي بوحنيا لبذوذ أو أمس تملأ كيب وحي بوحنيا ما بين السماوات والأرض انت سماوات أرلض أضحيسة رواه مسلم وعن سعد ابن أبي وقاص قال وحي رجاء أعرابي من هي البادية وحي أمد إلى رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم فقال وحي علمني إبر كلاما كلام إبر هذا الإئر أقوله أن إرهده أن به قال رسولك وحي قل له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله
عقل إيه حالات إيه أود أن دين تكر أمام حمار وغلى حان مليهين إلا بالله العزيز الحكيم إلا إلهي كالمينتي سمع أنا عزيز أه وحكيم قال وحو يوهر بديه فهؤلاء لربي وحا ربي لي وإسكاله وأمان إلهي فما لي أنا محان لي مركة محام أنا سقاس أوي ديستا قال النبي وحوري قل به اللهم اغفر لي إله إيدم بالباف وارحمني إن حريصه واهديني إن هنوني وارزقني إن قولي إن أرزق به رواه مسلم بحديث كوري وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان الرسول كوحو أهب يري إذا انصرف مركو كددو ما أنا أكبح من صلاته سلادي سأستغفر ودن بباف ودي سنجري ثلاثة سدح جر استغفر الله استغفر الله استغفر الله وسدحه وقال كذب نوعو بهاي اللهم إلهي وأنت أذيو السلام ألم نرد قلي آياته السلام ومنك السلام السلام تئي النبي قل يذن حقا ذي أهاتي تباركت خير كاغابة يا ذا الجلال والإكرام الله جلالك إيه وينانت إكرامت إيه كرامينت إيه داخل أصاحبك أهو قيل للأوزاعي أوزاعي أيا لوير وهو أحد الرواة الحديث وايه كيف الاستغفار استغفار النبي سدح مرؤو دي سنجري سي أهيد قال وحر تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله رواه مسلم بحديث كوري ومعنيه رطه إله في جنب الباف وعن المغير بن شعبة أن الرسول الله كان وحو أها إذا فرغ مركا أكبح أنا أفارق من الصلاة صلاة أو وصلنا أو سلام المقصد قال وحو به جري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم إلهي لا مانع وحمن إنكر وإنكر مجر لما أعطيت وحد بحسه ولا نعطي قف وحسين كرا مجر وحب حين كرا ملها لما منعت وحد من تسود ديدنا ولا ينفع عن فعل من سيد الجد مدها ضمتني مأي يفق الصاحب قف كستو غني أو تاجر أو هذا انتني مأي الصاحب تاجر من مجر سحي أنفع عيسى مجر منك الجد منك الجد جدك حقا بو أهاضي ديغذا إيقفتي هذا انتني مدى متفق عليه وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان وحوءها يقول مدي هذا دبر كل صلاة صلاة قداشة حين يسلم مكو سلام مقصده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ألم يألك لو حقن من لو عابد مجر ولا نعبد لا يعبدين إلا إياه أصغ ما أنا له النعم نعم إلهي بأسرنا وله الفضل فضل إلهي بأسكال سبحانه وتعالى وكمال مطلق يوحى نسقان طول مكة كجر فضل إيا بيرات إلهي بأسرنا وله الثناء الحسن إيا أمان ونكسن لا إله إلا الله إلهي موي ألك الحق من لو عبد مرها ومجر مخلصين أنه أسفي لأن له إلهي الدين دينك ولو كره الكافرون كافرين تبكرهستي قال ابن زبير وحيري وكان الرسول كوحوها يهللني كعل عليا بهن كوى دبر كل صلاة صلاة كستقراشي ذا مكتوبة واجبة رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين لمن كي فقيرين تاها اي مهاجرين تا ايا اطوحي ايمد الرسول الله رسولك الهي فقالوا وحي بهين ذهب ويلتقين اهل الدثور لمن كي حول قبين تاها بالدرجات العلى درجون سرسرية والنعيم المقيم اي النعيم الجوكتاه يصلون ويتكن ينكما نصلي سنكتكن ما ويصومون ويصوم ينكما نصوم سنقصنا ولهم وحيليهم وأسرنا ذي أيغو وأي نديريهم فضل زيادة ومن أموال حولاء يحجون ويكحجيا ويعتمرون ويكعمرستان ويجاهدون ويكد جهاد قلان ويتصدقون ويصدقستان وحصبنا مصا من قرنه فقال الرسول كوحيري ألا أعلمكم ميا من إذن برين شيئا شيئا تدركون به أكوها ليشان
aad uga daba tagtaan man sabaqakum dadka idinka tegey watasbiquuna aad uga hormari karteen bihi shayga man bacdakum dadka idinka dambeeya walaa yakuunu uusan ahaanaynin axadun axadna afdala minkum mid idinka fadli badan xaggiisa ilaa man qof maahana sanaca sameeye mila maa sanactum waxaad samaysayn oo kale qaaluu waxay dhaheen bala yaa rasuul allah haa rasuulkii ilaahay ow noo sheeg qaale wuxuu yahay nebiga tusabbixuuna waad tasbiixsanaysaan watexmaduuna ilaahay baad ku mahadinaysaan watukabbiruuna ilaahay baad weynaynaysaan khalfa kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda thalaathan wathalaathiina soddon iyo saddex mar qaala abuu saalix wuxuu yidhi arraawi waa ninka ka wariyay xadiidka can abi hurayre lamaa su'ila can kayfiyati عن كيفية ذكرهن حسكوذا كيفية سيدا أي تهي مركة على الله وحسايو سيوا يمركي ليري قال وحو يري يقول وحو لي قفك سبحان الله والحمد لله والله أكبر كو هذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون إلا أي أهذان منهن حقوذا كلهن تمانتود 33 macnaha alxamdulilahna soddon iyo saddexa allahu akbar oo soddon iyo saddexa iyo subxaana allah oo soddon iyo saddexa mutafaqun calayhi wazaada muslim wuxuu ku ziyaadiyey fii riwaayatihi farajaca way soo noqdeen fuqaraau lmuhaajiriin nimankii muhaajiriintae faqiiriinta ahaa ilaa rasuulillaahi way u soo noqdeen faqaaluu waxay dhaheen samica ikhwaanana walaalaheen way maqleen ahlu lamwaali maalka u saaxiibka ahaa bimaa facalnaa wixii aan samaynay oo subxaana allah walxamdulillah bay maqleen fafacaluu midlahu ayaguna way sameeyeen intii oo kale weli isku sibaa la yahoo waana la ka dheeriya rasuulkii allo faqaala rasuulku wuxuu yihi dalika fadlu llaahi taasi fadli ilaahay waaye xoolahaasi waa fadli ilaahay yu'tiihi man yashaau qofkuu doono ayuuna ilaahay siiya subxaana watacaala waa fadli ilaahay yu'tiihi man yashaa addafir waa jamcu dath bifatxi daali daalkoo la kordhigo addafir addathur waa jamcu dath bifatxi daal wa iskaani faa'i lmuthalatha wahwa almaalu lkahiir waa xoolaha faraha badan وعنه عن رسول الله قال من سبح الله ربي إلهي التسبيح سبحان الله يرهد في دبر كل صلاة صلاة كاستجداش إذا 33 صدني سدح مر وحمد الله إلهي مهضي 33 صدن يسدح مرء وكبر الله إلهي وينيه والله أكبر بها 33 صدن يسدح جير sagaal iyo sagaashan bay noqotay waqaala tamaama mi'ati boqolkana ku dhammaystira laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir intaana ku dhammaystira boqolka ufirat khataayaahu gafafkiisaa loo dhaafaa wain kaanad haba ahaadaana mila zabadi lbaxri hirka badda oo kale rawahu muslim wacan kacabbin cujra kacabbin cujrata can rasuuli illaahi qaala wuxuu yihi nebiga mucaqibaatun is-cirbiyayaal baa jira mucaqibaad waxaa loola jeedaa shay cirbiya tasbiixda oo mar allaalla marka salaada laga baxa cirbteedaa la sameeyaa waa kuwa cirbiya oo daba yaala laa yakhiibu ma hoogo cirbiyayaal baa jira uusan ku hoogaynin kuna khasaaraynin qaa'iluhunna qofka yidhaahda aw faaciluhunna ama qofka sameeya dubara kulli salaatin maktuubatin salaad kasta oo waajib ah gadaasheeda 33 tasbiixa waa 33 mar oo tasbiix ah wa 33 taxmiida iyo 33 jeer oo mahdin ilaahay ah wa 34 takbiira iyo 34 mar oo takbiir ah rawahu muslim وعن سعد بن وقاص أن رسول الله كان وحوها يتعوذ من إلهي كما ينقل دبر الصلاة سلاذويك قداش بهؤلاء الكلمات أي إلهي كما ينقل جري اللهم إلهي إني أنب أعوذ بك وحن كان ينقل من الجبن فلينمو والبخل بخل نمو وأعوذ بك وحن
أن كان مجنجلي من أن أرد إن لئي إليه إلى أرذل العمر عمر كيس أبحن معناها هو جبل الدرن أوقفك إلا بدك أي كنا عام قفك أمرك جاره وأعوذ بك وحن كان مجنجلي من فتنة الدنيا أدنك في النبي سوى أعوذ بك من فتنة القبر قبر في النبي سنة إله أمن كان مجنجلي سسو مرك رسول كله جري رواه البخاري وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ رسول كوح قطي بيده معاذ عنتيس وقالوا حريا معاذ والله وان كنت بعتي إني أنا ولا أحبك وان تجعلعي فقال رسول كوح أوصيك وحنكو دردارميا يا معاذ 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 وحنكو دردارميا أي الرسول كيري لا تدعن إن هذا كتجن هكتجن معناها في دبر كل صلاة صلاة كاستجداش إذا تقول إن أطهض اللهم إلهي أعني إيبوك المي على ذكرك حسكاك وشكرك شكر تادي وحسن عبادتك عبادتك وناجنتك إلهو إيبوك المي أبعني غصي رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن أبي هريرة أن رسول الله قال وحيري إذا تشهد هدوء التحياده أحدكم حكيم التحيات كبنيه فليستعذ بالله إلهي أكما ذنقل من أربع أفر يقول حليه اللهم إلهي إني أعوذ بك وحن كان ذنقل من عذاب جهنم جهنم عذاب كيد ومن عذاب القبر قبر عذاب كيس ومن فتنة المحيا والممات نرش يجيرد في النذي ذي ومن شر فتنة المسيح الدجال مسيح الدجال كي بنت برناق الدجال أها إيوح مسحهي أما كشك مسحنا كاس شد في النذي سنة الله وان كان مذنك لي رواه مسلم وعن علي قال كان الرسول كحو أها إذا قام إلى الصلاة صلاة دمكو أكعه يكون وحاهن جري من آخر ما يقول وحا أغدن بيئه جري بين التشهد والتسليم التحيات كي سلام نقصد انت أدحي سوحوده جري اللهم اغفر لي إلهي يو إيباف ما قدمت وحنهر مرصدي وما أخرت وحن دبنك صدي وما أسرفت وحن سري الصدي وما أعلنت وحن مجستي وما أسرفت وحي أنك حد قدبي إي وما وحي أنت أذيب أعلم به أدك أكته مني حقيقة شيء أعطانك إنا سمي أكته أني أنهدين أنت المقدم اللهم قدم إيه هرمريا أياتا وأنت المؤخر اللهم أخر إيه دبقر لقفك دوناته لا إله إلا أنت أذي ما أخاني ألك لو حق من لبو أبدا لمجر رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قال دعي تركان النبي مروح وها يكثر مدبضيا أن يقول إنه يراد في ركوعني ركوعني سوى سجوده سجودي سوى سبحانك اللهم ربنا إلهي أذيك أن يسا ربك أنك وبحمدك مهدنا على إسكاله اللهم اغفر لي إلهي إيبا بالعف إلهي إيبا فأيوبه جري متفق عليه وعنها أن رسول الله وعائشة رسولك ألا كان وحو أهالي تيقول مدير هذا في ركوعه وسجوده ركوع ليس يسجود سبحوك بها السبوح قدوس رب الملائكة والروح إبلاوها قفك طاهرا إن إبتلهم يا رب الملائكة والروح رواه مسلم بحديث كوري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال فأما الركوع ركوع فعظموا فيه الرب رب كويني حديث كوحو أهوان إمين ديدي إن ركوع لإسجود القرآن تفخرسان ركوع ذلك إلهي كعظيمي وكويني وسبحان ربي العظيم بها وأما السجود سجودنا فشتهدوا كدلال في الدعاء دعاء 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 وكدلال فقمن وحا حقيقة فقم وحا حقيقة وحا جذير أهوطنة أهو الأركاوية فقمن أن يستجاب لكم إن لدينك أجيبه رواه مسلم بحديث كوري وعن أبي هريرة أن رسول الله قال أقرب ما يكون أنتو يهي مكو أغدو يهي الأبد أدونك أقرب ما واختر أغدو وشبذ يهي
يكون ويهي العبد أدوك من ربه ربه سمكو آب أبنيه وهو الساجد ومكو سجود سنه. فأكثر الدعاء دعاء بضي مركة رواصل حديث كوريه. وعنه أن رسول الله كان يقول في سجوده سجودي سوحوك به جري اللهم اغفر لي إله إيبار ذنبي ذنبي كله دمانتي ذقه كيس جلسا وجله كيس وين وأوله كيس هر وآخره كيس ضمد وعلانيته كيس مغضى وسره كيس قرصان. رواه مسلم بحديث كوري رواية طمة تضو يسويه صوص مكة رسولك بها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحيتري افتقدت حضرتي أنا أوايي النبي نبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة هبين هبين رح صاحبك فتحسست وحضرتي وان بارباري بيتري وطلبي. فإذا هو الراكع وركوع سنه أو ساجد أو ساجد وسجود سنه يقول علي سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. وفي رواية روايتك الوحية فوقعت يدي قعدت إذا سأرى رادنا إلى قرد ومقدية وحي كل عضي على بطن قدميه قنده سا الوشود ولقيه سميش عكتعا وهو أصابنا في المسجد مسجد كأوياه ومشو كتكنا إليه ومع لبي صلى الله عليه وسلم منصوب بطان أي سريه نيتالي إليه وهو يقول كون ليه اللهم إلهي إني أني وأعوذ وأن غنغلي برضاك راضي أخشد هذا من سقطك عرض هذا كما غنغلي وبمعافاتك أفنت هذا من عقوبتك عقوبة هذه عقابك إذا كما غنغلي وأعوذ بك أذنك ما غنغلو منك أذيك كما غنغلي عقابك هذه عذابك هذا أذنك كما غنغلي لا أحسي مكروبي كريثنا أن أمان عليك كركاك وهي أنت أذيك كما سريبا تهي أطنيت أدكو أمانتي على نفسك نفس الدعوة. رواه مسلم بحديث كوريي. وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال وحي لكنا وحن أهين عند رسول الله رسول كأتيس فقال وحي لنبي أيعجز مك عاجز يا أحدكم متكين أيكسب أنو كسبضو في كل يوم ما منكست ألف حسنة كن حسنة. فسأله سائل كسؤال ييب سؤالي من جلسائه ضدك لفدي مركاك من أحد كيف سذاب يكسب قصبنا يا أحد كين ألف حسنة كن حسنة. قال رسول كوحي المسبح مئة تصبيحة روحو تصبيح سنة يا بقل تصبيح فيكتب حالي قريا له أسدا ألف حسنة كن حسنة أو أنا سيحط عنه حلاه بنيا قال لا ترتر ألف خطيئة كن دنبئة. رواه مسلم. قال الحميدي وحي كذا هو في كتاب مسلم ساسو كتابك مسلم هو قرية هي وحي قرية هي فيكتب له ألف سنة أو يحط. قال البرقاني لكن وحي ورواه شعبة وروى عوانة ويحيى بن الخطان عن موسى وحي كوري الذي كاس رواه مسلم كوري من جهته فقالوا لابنهم ولا حط بغير ألف ألف كوكو مدرين معناها لو معنى كلاية لن ينسى أو هدي لي رهدو أما صام بالصية أما صام بالنقونيسة لكن رواية عن كلوه بيقدر تيو فيكتب له ألف سنة ألف حسنة ويحط معناها أو يحط ماشي أهي ويحط عنه ألف خطيئة معناها وانا لقدر أكون ذنبي كل حسنة ابن مرقى الوقع وديه على كل السلام ينحلون والضوء خف كسقال فكل تسبيحة تصدق وكل تهليلة هو الله أكبر. وعن أم المؤمنين ويرية بنت الحارث رضي الله عنه وعن أبي ذر أن الرسول الله وعن أبي ذر وحال لغوري رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنو يري يصبح وحاكوا برست على كل السلام ينحبين والبؤ من أحدكم أحد كين كمدع صدقة صدق فكل تصبيحة تصبيح كست صدقة وصدق وكل تحميدة
مهرين كستئي الحمد لله كست صدقة وصدقة وكل تهليلة تهليلك وتوحيدي سيئ صدقة وأيضنا وكل تكبيرة تكبير كستي الله أكبر كست صدقة وأمر بالمعروف معروف كقضتك الأمر وصدقة والنهي عن المنكر منكر كي حنان تضدك لغر يبانا صدقة ويجزئ من ذلك أرنتان وحاك قذهي ركعتان انت صدن هدا سميس صدقة دي واد بحسي هدي قفك انت أسمينين وحبوس كيدا أجلي كر ركعتان لغر ركع ضد ويركعهما من الضحى وحدي أمر كاركو أم أوتك رواه مسلم عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي أي خرج كصبح من عندها أكتئذ بكرة صبح حين صلى مركو تكتي الصبح الصبحي وهي عذو في مسجدها مسجد كذا فرسا مسجد كو حالي رادا ميشا لقو تكذو حتى قريقا قصلي مركا لقا تقيبتا تكتو مسجد بان ليرا هذا ثم رجع كذب وكسو النقضي بعد أن أضحى مركو سبا صبر قيستي أصو بحستيب أيمد وهي جالسة أيضا ولفرسا فقال وحول النبي ما زلت كنزول النية على الحال حالتي التي تاسو فارقتك عليها أنك فارقي سري أنك تجي مدولتها هاي واي قالت وحي تر نعم ها فقال النبي وحول لقد قلت حان إلي أنك بعدك أذي قراشا أربع كلمات أفر كلمات وحد ما تؤمن بهيسي أفر كلمات بان إلي ثلاث مرات سدح جير لو هدي وزنت للميزان سمعيه للميزانية بما قلت وحد بهيسي منذ اليوم ما تؤمن لوزنتهن اسكو ميزان بين غن عيان وحان إلي بوضان نبي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أفرتس كلمات كليان إري رواه مسلم بحديث كوري سبحان الله إله بان سهن وبحمده ما هذا أصا إسكالي عدد خلقه انتو خلقي أعلن وحلائك ورضاء نفسه نفس ديس رضا هذا إي وزينة عرشه عرشه سي ميزان كيس زينة ديس عليس كيسي ومداد كلماته كلموين كيسا ومداد كلماته وكلموين كيسا فرها بضان يبلر نانتو ذا أن لكوب كرم وأن لحساب كرين رواه مسلم وفي رواية له سبحان الله عدد قلقه سبحان الله رضاء نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته متك استقوني إن لوردها أما سبحان الله وبحمده عدد قلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته روى في رواية ترمذ وحيد ألا أعلمك مي أنك برم جويري كلمات تقولينها أبعض سبحان الله إله بأن زهن عدد خلقه خلقه سترده ذا سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سد حجر سبحان الله رضا نفسي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله رضا نفسي سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته سبحان الله مداد كلماته وسدح سدح جر مركاء وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده مثل الذي مدك تساليه يذكر ربه رب ذي حصايا والذي مدك لا يذكره أن إله حسين مثل الحي والميت وقف نور يقف بنتي أوكالي كان إله حسين وقف نور كان أن رب حسين ميد بول مديهي رواه البخاري ورواه مسلم فقال وعبا نبيك مثل البيت قريبي تساليه سا الذي يذكر الله فيه ألا الله وحصا إيو البيت قريبا الذي لا يذكر الله فيه أن إله الله وحسين مثل الحي والميت بين مديهين وعن أبي هريرة أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعبا قال رسول وعبا يقول الله تعالى إلهي وحو أرانا يا أنا أنيقو عند ظن عبدي بي أدون كيغا مليه سأكتي سان أحي قف كستوحو إغا مالستو إغا هلا وأنا معه أنيقنا أدون كيغا معيه سان أحي إذا ذكرني مركو إحصايو فإن ذكرني هدو إغو حس في نفسي نسدي سذكرته في نفسي نفتي ذنكو حسابه يري إلهي
وإن ذكرني هضو يقول لحص في ملأ جميعا لحذو ذا ذكرته وحنك حسا في ملأ جميعا يكوح خير منهم كخير بدن وملائكته متفق عليه. وعنه قال قال الرسول كحدا سبق وحهر مري المفردون كبي إلهي حسائي قالوا وحيدهن وما المفردون يا رسول الله ييهن دتك. قال الرسول كحدا الذاكرون الله كثيرا والذاكرات وويلش وحبدا إلهي حسائي قبها وحبدا إلهي حسا سبق ويهر مرين خيوكي يا جنبي يوناقي أهر مرن المفردون مفردون تو الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رواه مسلم. روي وحاكله لوري المفردون بتشديد الراء رأض إن الشيطة أو مفردون مركا ليرا هذا وتخفيفها والخفيفين كرا والمشهور سدع عن كيفي عن الذي قاله الجمهور التشديد وإن الشيطة. وعن جابر قال سمعت رسول الله أيان مغلى يقول أصغر بها أفضل الذكر ذكر إي حسيتان إلها وحأفضل بذا لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن عن عبد الله بن بشر رأنا رجلا نبا قال يريا رسول الله رسولك إلهي إن شرائع الإسلام إسلام كشرائع ذي سئي قيبه سدينت قد كثرت علي ويقبضتي ويغبضتي فأخبرني إيشك بشيء شيء شيء سو أتشبث به أن كدبه هل شيء أن قبصده أن لازمه وأنا كفق إيشك. قال الرسول كحبهي لا يزال لسانك عربك يوسن كزول رطبا إنه أقوين يهي من ذكر الله إلهي ذكر جيس سبحانه وتعالى عربك ذكرك الله أقينا. ذا رواه ترمذي وقال حديث حسن. وعن جابر عن النبي قال من قال قف كير هذا سبحان الله وبحمده غرسد له وعلى غطى نخلة تمر في الجنة جنة جيت تمرت باب جنة الله أبو رواه ترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن مسعود قال قال الرسول كحيري لقيت إبراهيم إبراهيم بان لقل ما صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي هذين كلي ديلميي فقال وعري يا محمد محمد اقرأ يقرسي أمتك أمت بعض مني حقيقة إلى أخري السلام السلام وأخبرهم أشيك أن الجنة جنة طيبة إلي تهمد طيبه ونكسا عرصا معناه إنه تهي مد طيب أي تهي التربة عيدة علبة الماء بيئذن أمعانيه وإنها قيعان وقل قيعان قيعانك وقل سمن بلو لجيدة ومكان مستوئة ومركز سمن وأن غرافها وحلق أبورته ولقو بيرتنا وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نراه اللغو بيرتنا واكاسا رواه ترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي الدرداء قال قال الرسول كوحو يروي يري ألا أنبئكم ميانا إذين شيئين بخير أعمالكم أعمالهين عمل أدقبان إسان كوا أغو خير بضن وأزكاها أغو طهرا عند مليككم بقركين أكتيس وإلهي وأرفعها وقر قاضد بضن في درجاتكم درجوين كين وخير لكم إذن كخير بضن من إنفاق الذهب والفضة فضة إيا الذهب كبحنتوذة وخير لكم إذن كخير بضن من أن تلقوا إن أرلقوا لنتان عدوكم عدوين فتضربوا أي قوية فتضربوا الجيسان أعناق قرهود أو يضربوا أيضا أي قراعان أم أي قويان أعناقكم قورهين قالوا حدهم بلا نعم ها رسولك الله نوشك قال وحده النبي انت صبرنا وذكر الله تعالى إلى يحسكي سبحانه وتعالى. رواه الترمذي وقال الحاكم وابو عبد الله وحيري إسناده صحيح سند كيسو الصحيح. وعن سعد ابن وقاص رضي الله عنه أنه سعد أيا دخل وعو أصوغ لي مع رسول الله رسولك معي سأصغوها. وعن سعد ابن وقاص أنه دخل مع رسول الله على امرأة النعب أصوغ لي وبين يديها هرتذن النوع عايدة سيهين وافتمرات
أو حصى أما قرره أو تصبح بي أي كتسبيح سنيسو وأبال كان تصبح أو كلا إنت أن هذا سيد أويه الوصى مينين لفتمرت بي سبحان الله مركي هذا ميل بي ديجيسا أما قرره يدك حان بانتي سوء الرسي وي كتسبيح سنيسي فقال الرسول كوحوكور أخبرك مكوشيغا بما شيء هو أصغ أيسر عليك من هذا كاغفضت وحان انت وحان كنت تصبح ستلفت مريت كان ايو وح كاغ فضل او افضل اما كاغ فضل بضل فقال وحجر سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الارض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله اكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك انت بهب ويري انت تصبح يحيى بك لقرية لاختمرات بقرح لسوق ربيي قد كنت تصبح سن لهي وحاط لحظة وكاك خير بلن أما كاك أيسر وكاك فضل بلن أما كاك فضل سبحان الله إلهي بان زهن عدد ما خلق انتو كخلقي وحلائك في السماء وسبحان الله إلهي بأن الزهن عدد ما خلق وحي أوكو خلقي وحلائك في الأرض أهلاً وسبحان الله إلهي بأن الزهن عدد ما بين ذلك انت أربحي سترذذ وسبحان الله إلهي بأن الزهن عدد ما هو خالق إن الله لإنتو إلهي الله أيهي خالق أيهي والله أكبر إلهي بأوين مثل ذلك انت سوكلة والحمد لله مثل ذلك انت وكلة ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا باللهنا مثل ذلك رواه ترمذي وقال حديث حسن وعن أبي موسى قال قال لرسول كوحو إيري ألا أدلك مكتص يا أبي موسى على كنز كيت ومن كنوز الجنة جنة كيدت كيدا كامد وحيا بكنزي ومال ميل كوكو كيتسان وجنوينك وحلو كيتسا كامدا مكتص يا فقلت حن إربالها يا رسول الله رسولك إلهي قال الرسول كحول لا حول ولا قوة إلا بالله متفق عليه كلمة عبر أكثر كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة وكيف كيدتك الجنة كمدعة أي يري رسولك صلى الله عليه وسلم متفق عليه حسك إلهي سقاس أهمجره أذو فضيا أذو تاغن أذو جيفا أذو ويسقبة أذو ويسقبين أذو جنوب أذو جنوب أهين أذو إيك آذا قبا أذو إيك آذا قبا آذا قبين أذو أمول أذو أمول أهين إنت بإله والله حصا باب ذكر الله تعالى قفك إنو إله حصا قائما أسقو تاقا وقاعدا أسقو فقيا ومضجعا أسقو دنع أجيفا ومحدثا أسقو حدث خبا وجنبا أسقو جناب قبا وحائضا أيضو إيك خبتا إلا القرآن قرآن كما هاني ويفلا يحل لجنوب قف جناب قبا ومبنان حلال أمها قرآن كا ولا حائط إليك بفيك قطع من شهين الجكتو وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى أعلم.